كما أشرنا إلى ذلك في النشرة السابقة، ترأس رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بالرباط اجتماعا لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة. الاجتماع خصص لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة والاحتياجات التدبيرية أيضا وكذلك الإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي الذي يرمي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدى المدة عفوا وتفادي أيضا الإشكالات المرتبطة بالاكتضاض داخل المؤسسات السجنية. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة المغربية الرباط السيد هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل المغربية. أهلا بكم سيدي. إذن هذه خطوة أيضا على درب تنزيل هذا الورش، الانتقال من العقوبات التقليدية داخل المؤسسات السجنية إلى العقوبات البديلة، ما الهدف تحديدا من ذلك؟ ويعني صدور القانون ديال العقوبات البديله جاء اولا في اطار يعني مقاربه انسانيه تروم يعني اضفاء الانسنه على السياسه الجنائيه المغربيه من خلال يعني اعطاء فرصه للاشخاص المحكوم عليهم ليبقوا خارج اسوار المؤسسات السجنيه وممارسه حياتهم اليوميه بشكل عادي، وايضا جاء في اطار يعني الحد من العديد من الاكراهات التي تعرفها المؤسسات السجنيه خاصة وأننا الآن أمام ما يفوق 100,000 سجين، فمسألة التخفيف من اكتضاض المؤسسات السجنية أصبحت تحدي كبير على مستوى السياسة الجنائية المغربية، وهذا القانون يعني يسعى إلى إيجاد بعض الحلول لهذه المشاكل المطروحة، خاصة وأن إذا علمنا أن ما يقارب نصف الساكنة السجنية هي محكومة في إطار جنح يعني أقل من 5 سنوات، إضافة لمجموعة من الأشخاص اللي هم محكومين في حالة صراح، علما أن تفعيل السور الإلكتروني سيكون أيضا تحديا على مستوى ترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال ما سيأتي به مشروع قانون المسطرة الجنائية. سيد هشام الملاطي، بداية هل ما شكل العقوبات البديلة التي يمكن أن تشكل لنقل تصور جديد لتطبيق العقوبات أو للزجر؟ جاء اختيار العقوبات البديلة بناء على لوح مجموعة من المعطيات خاصة ما يتلائم مع خصوصية المجتمع المغربي، والقانون العقوبات البديلة جاء بأربع صور للعقوبات البديلة تتمثل في الغرامة اليومية، يعني أن المحكوم عليه يمكن أن يؤدي مقابل العقوبة المحكوم بها يعني غرامة يومية محددة ما بين 100 درهم إلى 2000 درهم اليوم حسب من طبيعة الحال التقدير الذي سيقدره القاضي بناء على مجموعة من المعطيات. هناك أيضا ما يسمى بالعمل من أجل المنفعة العامة الذي سيكون أيضا محدد بعدد من الساعات حسب مدة العقوبة المحكوم بها، أن المحكوم عليه يمكن أن يؤدي عملا في إحدى المؤسسات أو الهيئات. أيضا هناك عقوبة سميت داخل قانون العقوبات البديلة بفرض تدابير تقييدية وأخرى علاجية وتضم 6 صور أو ما يفوقها من العقوبات البديلة، منها بالأساس ما يتعلق بالخضوع لعلاج من الإدمان على المخدرات أو الكحول. هناك أيضا تردد على مراكز ديال الشرطة والدرك خلال مدة زمنية محددة. هناك أيضا إصلاح الأضرار المترتبة عن الجريمة. هناك أيضا التزام بعدم مغادرة محل إقامة أو أماكن معينة أو التزام بعدم ارتداد إلى أماكن أخرى. هناك أيضا مسألة ديال تلقي تدريس أو تكوين في مجال معين، وهناك أيضا العقوبة البديلة التي عليها رهان كبير هي ما يرتبط بالمراقبة الإلكترونية من خلال وضع واحد السوار إلكتروني على يعني أحد أعضاء الجسم ديال الشخص المحكوم عليه لمراقبته خلال المدة التي ينبغي أن يلتزم بها من طبيعة الحال وفق قواعد وتدابير تم التفصيل فيها في القانون، سواء من حيث الجهة المصدرة إلى الحكم، الجهة التي ستشرف على تنفيذ هذه العقوبات البديلة، وكل الضوابط التي يحتاجها. هذا سؤال أيضا مهم جدا سيد ملاطي، عدنا على المقاطعة، من الجهة التي سيوكل إليها أن تشرف على هذا الانتقال الكبير جدا فيما يتصل بتدبير السياسة الجنائية؟ بمعنى من سيشرف على هذه السوارات التي ستوضع على هؤلاء المحكومين؟ من سيحدد مثلا أو يشرف على تنفيذ هذه العقوبات البديلة؟
هو إذا رجعنا لمقتضيات القانون، من طبيعة الحال القاضي هو الذي يصدر العقوبة بناء على شروط وضوابط يحددها القانون. بعد إصدار العقوبة البديلة يتم إحالة الملف على قاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الذي يشرف على عملية التنفيذ. أما فيما يتعلق بالتدبير المركزي فالقانون أعطى للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مهمة الإشراف على تنفيذ نظام العقوبات البديلة سواء في إطار المقاربة المركزية أو المحلية، ومنح أيضا إمكانية يعني التفويض إلى شركات أو مؤسسات معينة للقيام بذلك. القانون أيضا نص فيما يتعلق بالسوار الإلكتروني على أنه بالنسبة للأشخاص الذين يحكموا في حالة اعتقال يتم وضع سوار إلكتروني داخل قاعات موجودة بالمؤسسات السجنية، وبالنسبة للأشخاص الذين حكموا في حالة سراح يتم وضع سوار إلكتروني داخل قاعات ستكون مجهزة ومهيئة داخل محاكم المملكة المغربية. سيد هشام ملاطي، لا شك أنه صحيح أنه السجون ستستفيد أيضا من هذا أو وضعية السجناء داخل السجون يمكن أن تتحسن بفعل هذا الانتقال، لكن هناك أيضا من يطرح سؤال: ما الإمكانيات التي يمكن رصدها من أجل أن يكون تطبيق هذه العقوبات البديلة فعالا بالفعل، معنى أنه يؤدي المبتغى والمقصد من العقوبة في حد ذاته، وأيضا أن تنفذ بشكل سلس بشكل فعال من حيث الإمكانيات المادية التي ينبغي أن تتوفر وأيضا الإمكانيات البشرية؟ هل بالفعل مديرية السجون قادرة على أن تفي بكل هذه المتطلبات وأن تجد الإمكانيات التي تحتاجها في سبيل ذلك؟ فعلا القانون سيدخل حيز النفاذ ابتداء من 22 غشت من السنة المقبلة. الآن الحمد لله هناك إرادة صادقة وإرادة قوية عبر عنها السيد رئيس الحكومة المحترم وأيضا القطاعات المعنية على توفير كل الإمكانيات الضرورية لتنزيل العقوبات البديلة على أرض الواقع. في الحقيقة هناك العديد من العقوبات اللي هي الأرضية موجودة الآن، سواء تعلق الأمر بالغرامة اليومية التي سيتم تحصيلها وفق الضوابط الجارية بالعمل بالنسبة للغرامات والإدانات النقدية بالمحاكم، بالنسبة للعقوبات المرتبطة بتقييد الحقوق وأيضا فرض تدابير تأهيلية وعلاجية هناك أرضية الآن موجودة. بقي الأمر بالنسبة للعمل من أجل المنفعة العامة والسوار الإلكتروني. الآن السيد رئيس الحكومة أعلن على تشكيل لجنة تحت إشراف وزارة العدل بحضور جميع القطاعات المعنية، وسيتم انكباب على تدارس وتوفير كل الإمكانيات الضرورية سواء تعلق الأمر بالجوانب اللوجستيكية أو البشرية انطلاقا من بداية الأسبوع المقبل. وأكيد سنكون إن شاء الله يعني في الميعاد يعني قبل صدور القانون سيتم توفير كل الضوابط والآليات اللازمة لتنزيل القانون على الوجه الأمثل، خاصة وأن يعني خلال الاجتماع تم حضور جميع القطاعات المعنية بما فيها قطاع المالية، والكل عبر عن خيراته كما قلت لتنزيل مقتضيات هذا القانون، علما أن وزارة العدل مع الاشتغال على القانون اشتغلت على مجموعة من طيب. ضوابط وتدابير لازمة لتنزيله على أرض الواقع. تم عقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية وهناك تصور واضح المعالم لتنزيل القانون إلى حيز الوجود. سيد هشام ملاطي، هل هناك يعني منطق في التدرج في العمل أو اعتماد هذه العقوبات، أم أنها ستكون متاحة على لوحة القيادة بالنسبة للقاضي الذي سيحكم في القضية كلها في موعد واحد، أم أن هناك تدرج؟ هو إذا رجعنا لمقتضيات القانون، القانون واضح في هذا الإطار. من طبيعة الحال الحكم بالعقوبة البديلة سيكون يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، هو الذي سيقرر الحكم بالعقوبة من عدمها. والقانون نص على أن العقوبة البديلة يجب اختيارها وفق ضوابط تراعي أولا طبيعة ومهنة الشخص المحكوم عليه وميولاته وهواياته، يعني فاختيار القاضي ينبغي أن يخضع إلى هذه الضوابط
ومن طبيعة الحال لن تكون هناك مرحلة أولى بالنسبة لعقوبات وننتظر زمن معين حتى نمر إلى السوار الإلكتروني، معنى أنه كل العقوبات ستكون متاحة أمام القاضي أن يحكم بها. القانون واضح أنه دخول حيز التنفيذ يعني رهين بصدور نصوص تنظيمية، والنصوص التنظيمية الموجودة في القانون هي مرتبطة بعملية التدبير من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون، والنص التنظيمي الآخر مرتبط بالسوار الإلكتروني، فلا يمكن القانون أن يدخل حيز التنفيذ دون أن يتم توفير هذه النصوص التنظيمية، وإن شاء الله سنكون عند الموعد. ماذا عن المرأة والطفل؟ هل هناك خصوصية معينة أو استفادة معينة أو توقع الاستفادة معينة وانعكاسات إيجابية بالنسبة لوضعية المرأة والطفل خصوصاً؟ من طبيعة الحال القانون يعني لم يميز ما بين يعني الرجل والمرأة والطفل، يعني فتح الإمكانية للاستفادة من كل هذه الفئات، ومن طبيعة الحال اختيار العقوبة سيتناسب مع خصوصية الطفل والمرأة من طرف القاضي، وأيضا من طرف قاضي تطبيق العقوبات عند التنفيذ، لأن القانون من طبيعة الحال وضع واحد مجموعة من المقتضيات تتلائم مع خصوصية كل فئة، وأكيد أن القضاة الذين سيشرفون على تنفيذ العقوبات البديلة سيراعون خصوصية هذه الفئات. السيد هشام ملاطي مدير شؤون جنائية والعفو ورصد الجريمة من العاصمة المغربية الرباط، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.